السلام عليكم أعزائي المتابعين وأهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أعلمكم جملتان في اللغة البرتغالية، واحدة تستطيع أن تقول بها للشخص تحدث ببطء فهي سهلة جدا، يعني في البرتغالية نقول você، نتحدث مع من أمامنا، أنت أو أنت، você pode، تعني هل يمكن، pode تعني يمكن، você pode falar تتكلم، você pode falar devagar، وبعد كده نضع كلمة por favor، por favor لو سمحت. إذن você pode falar devagar، ببطء، devagar، você pode falar devagar por favor. دكتور هاجر، você pode falar devagar por favor. معنى você pode falar devagar por favor. Você pode falar devagar por favor. والجملة الثانية هي أن تطلب ممن يتحدث معك أن يعيد ما قاله، فنقول você pode، هذه você pode، هذه الجملة تعني هل يمكن أن، بعدها تضع الفعل الذي تريد، هل يمكن أن تساعدني، هل يمكن أن تردد، هل يمكن أن أي شيء. فنحن نقول الآن você pode repetir، هي دعوني أصلح هذه الراء، repetir، repetir، repetir تعني إعادة. إذن você pode repetir por favor، você pode repetir por favor، هل يمكن أن تردد من فضلك؟ você pode repetir por favor. إذن في كلتا الجملتين إذا كنت تريد أن تجعل الشخص يتحدث ببطء تقول له você pode falar devagar. ونحن في البرتغالية عندما نقول لأحد انتظر أو ببطء لا نقوم بعمل هذا، في البرازيليون غالبا يقوم بعمل هذا الشكل، يعني ببطء، جيد؟ فنقول você pode falar devagar por favor، أو você pode repetir، ردد أو كرر، você pode repetir por favor. أنت لم تسمع جيدا فتقول você pode repetir por favor. هناك كلمة يعني جميلة أنا تعلمتها في بداية تعلمي للغة البرتغالية، وهي كلمة رسمية جدا لكن سوف أعلمكم إياها حتى يعني لا يخرج أحد ويقول نحن نتحدث مع كل الناس بكلمة você. فنقول إذا كنت تريد أن تحترم الشخص أكثر أو كذا، ومعظم الناس في البرازيل يعني لا يحبون أن يستخدموها لأنه تشعرهم بأنهم يعني كبار في السن أو كذا، هي كلمة إذا كانت للرجل نقول بدل من كلمة você تقول او سينيور، او سينيور. إذا كانت امرأة نقول أسينيورا، أسينيورا. Então, o senhor e a senhora. تعني مثل كلمة ما هي نقول يعني سيدي أو سيدتي. إذا كنت أكلم مثلا امرأة وأريد أن أقول سيدتي هل يمكن أن تتحدثي ببطء؟ أقول a senhora. A senhora. A senhora pode falar devagar, por favor. وإذا كنت أحدث رجل أقول له o senhor. O senhor pode falar devagar, por favor. إن أعجبكم الفيديو إن شاء الله لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق. شكرا ومع السلامة. تشاو تشاو.